عليكم. اليوم بدنا نحكي عن طريقة سحب البلود سامبلز. أكيد بده يكون عنا أول شيء فيرست ستيب يكون عنا دكتور أوردرز بأي تيوب بأي نوع لابز اللي مطلوبين. تاني شيء لازم أكيد نحضر الإكويبمنت نحن نجهزهم حتى نفوت عند البيشنت لنسحب بلود لإله. لازم يكون عنا أكيد patient identification، نتأكد من الأوردر، نتأكد من البيشنت نيم، ومفوت عند البيشنت أكيد نتأكد منه من خلال verbal question أو حتى أنه نحن نشوف البريسلت اللي هي الأساس نعتمد عليها هي البريسلت of patient. منحط البلوباد، منحضر الجارو تحت منا. بهذا الوقت نحن نفتح السرنج، نتأكد انه السرنج مسكرة منيح، منحطها بطريقة انها تضلها ستيرل. نعمل هاند روبينج، حتى نحن يبطل عنا شيء من السانيتايزر على ايدينا. نلبس الجلوفز. نربط الجارو، المفروض يكون الجارو عالي عن ايه عن مطرح البنكتشر ب 4 ل 5 فينجرز. نعمل تشيك اب مره ثانيه على الفين، ونفتح سواب الكول، ننظف بطريقه الان اوت، نشيل غطاء السرنج، خذ نفس، اكيد بنسحب نحن الكميه حسب نحن التيوبز قد ايه بعازتهم. نفك التورنيكات، كنا نحن محضرين جوز، خذ نفس، نسحب اكيد السرنج ونحن بنيجاتيف بريشر. طريقه تعبئه التيوبز، اكيد نحن بدنا نكون عاملين للنيدلز بالشارب كونتينر ديسبوزابل. اول شيء بنبلش بتيوب الكيمستري. تيوب الكيمستري بيحتاج تقريبا اماونت شو تو سيس. نفتح التيوب، بنحطهم على الوول اوف ذا تيوب. تيوب الكيمستري نو نيد فور شيك. نرجع بنعبي تيوب السيرولوجي اللي هو دراي، نفس الشيء بيحتاج تو سيس، واكيد ما لازم يكون دو نوت شيك تيوب السيرولوجي. نجي لتيوب البيتي بي تي تي مثل ما نحن بنعرفه، هو السايتريت تيوب اللي بقلبه مادة السايتريت. السايتريت تيوب هو التيوب الوحيد الدقيق اللي نحن لازم لما نعبيه للفيل لاين اللي له، يعني هو الفيل لاين اللي له محددين المارك هن ان هي تكون هون، نحن لازم نعبيه لهون. واكيد نعمله شيك 8 تو 10 تايمز سلو موشن اكيد حتى ما تتكسر البلد عنا. بنعبي التيوب السيرولوجي اللي هو كمان دراي تيوب، سوري تيوب التروبون اللي هو دراي تيوب، كمان نفس الشيء للفيل لاين ودو نوت شيك. واخر شيء بنوصل للتيوب السي بي سي دي اللي هو اللي بقلبه ماده الدي تي اي. نسحب نيجاتيف بريشر، بنحطها بالكيدني بيزن، بنسكر التيوب، بنعمل له شيك كمان نفس الشيء 6 تو 8 تايمز. اكيد بالوقت اللي نحن كنا عم نعبي فيه السبيسمن كان البيشنت حاطط جوز على ايده، ونحن لازم اكيد نرجع نعمل له تشينج لهيدي الجوز ونحط له وحده كلين. بنحط هيدي بالكدني بيزن، ونكون محضرين بلاستر جنبنا نعمل له كومبريشن عليها. وبالختام بدنا نركز على كذا نقطة كتير مهمين لما بدنا نبعث البلود سبيسمن على المختبر، اللي هي وجود ليبل على كل السبيسمن مش بس على تيوب واحد، لازم كل تيوب موجود ساحبينه وموجود عنا يكون على ليبل باسم البيشنت وكل شيء بعرف عن البيشنت، وديت وتايم اكيد. او اكيد نرجع نحن بنحط التيوبز كلهم بقلب باك، بنرفق فيهم الريكوست اللي بيكون محطوط عليه كل شيء فحوصات كاين الدكتورز كاتبهم، وبنعمل دبل تشيك عليهم حتى ما يصير في عنا ايرور باللابس.
اكيد ما بدنا ننسى انه بعد كل البروسيجرز لازم نعمل نحن هاند واشينج حتى نضل عم نشتغل بالانفكشن كنترول ستاندردز ونكون ماشيين نحن بالسيف سايد. يعطيكم العافيه وشكرا لكم.